وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا دكتور سمير راغب رئيس المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية. دكتور سمير بعد التحية وكل عام وحضرتك بألف خير، كيف ترى الجهود التي تبذلها الدولة لتحقيق التنمية الشاملة في سيناء؟ هذا حضرتك زيبة الجهود الدولة الحقيقة خلال 10 سنين من 30/6/2014 حتى الآن مبهرة، يعني 460 مشروع قامت به القوات المسلحة المصرية متوزعين على كل القطاعات. نعم. كان أبرز قطاع الطرق 73 مشروع تم بالفعل، 25 مشروع جاري، 6 مشاريع مخططة. وسيادتك أي مصري مواطن مصري بيسافر سيناء سواء بيذهب إلى الجنوب أو الشمال بيدرك مدى النهضة. 6 أنفاق بتعبر القناة، احنا كنا عايشين بنفق واحد. نعم. ده غير الكباري، ده غير المجتمعات العمرانية، المجتمعات العمرانية، التجمعات الصناعية، 4 تجمعات صناعية، مشاريع تحلية المية، الصحرات، السرابيوم، عدت صحرتين عدوا، والمحسمة، كل ده بيعمل التطور والتنمية الدائمة المستدامة، التنمية الشاملة لسيناء بالظبط، ودائمة ومستدامة. هي فكرة الاستدامة دائما بتبقى هي القضية، بخطة طموحة لتسكين 10 مليون مصري. صحيح. في سيناء تتحول طبعا، فيها نشاط تعديني، فيها نشاط سياحي، فيها نشاط راعي، فيها كل الأنشطة الحقيقة. والتحدي كان ان احنا كنا بنعمل ده في الوقت اللي بننفذ عمليات انفاذ القانون. صحيح. يستبني ويستحمل السلاح الحقيقة، وبدون ده كنا هنبدأ النهاردة نقول عن عمر سينا، لكن الرئيس كان عنده قرار ان اللي بيكافح الارهاب وبيفرض سيادة القانون على أراضي الدولة، بالتأكيد على أن سيناء طبعا من تنميتها أيضا، دي مسألة مهمة. دكتور سمير، الرئيس السيسي يعني من جديد يؤكد رفض مصر القاطع لأي تهجير للفلسطينيين من أراضيهم إلى يعني سيناء، أهمية ذلك ونحن نحتفل بذكرى استرداد سيناء الغالية من وجهة نظرك؟ ده كان قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأعلنه من اللحظة الأولى في الحرب، أن نزوح الفلسطينيين قصرا لدول الجوار يصب في القضية. فبقاء الفلسطينيين في أراضيهم هو الذي يحفظ القضية. 25 أبريل نموذج جاهبة على فكرة القوى العسكرية اللي جابت النصر، اللي فتح باب التفاوض عشان نحصل بإرادة سياسية وبعزيمة ومفاوض، يعني من أرقى المفاوضين في العالم، ثم رجال قانون، لغاية ما أخذنا سينا بالسلام. ده النموذج اللي احنا عايزين يحتذى في كل العالم وفي المنطقة، بخصوصا ان الحرب تفتح تفاوض، التفاوض يجيب سلام، يحصل سلام يبقى عندك إرادة تحافظ على هذا السلام. نعم. دي إرادة مصر اللي عملت ده، وخدنا سينا كاملة، والغرض من الحرب تحقق، جزء في الحرب وجزء في التفاوض، جزء في العملية القانونية في تحرير طابة، ورجعت سينا كاملة السيادة لمصر. دكتور سمير راغب رئيس المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية، شكرا جزيلا لك.